معنا مدير مدرسة طبري، نبغي نعرفوا شكرا، نبغي نعرفوا كيف جاك الحفل اليوم؟ كيف مرحبا بالوطني المحمدية بريس في هذا اليوم العرس الإيكولوجي بامتياز. مدرسة طبري اليوم كتحتضن الحفل الإقليمي اللي حصلت فيه 6 مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية المحمدية على شارة اللواء الأخضر، زائد مؤسسة جدة اللواء ومؤسسة أخرى على الجائزة البرونزية. وهذا الحفل هذا هو تتويج وانطلاقة لجميع المؤسسات بالمديرية للانخراط في هذا المشروع الإيكولوجي اللي يعطي المؤسسة التعليمية اللمعان ديالها والبريق ديالها، بحيث انك كتصبح المؤسسه التعليميه فضاء رحب مقبول عند المتعلمين، وبالتالي كيمكن ان من خلال هذيك المشاريع الايكولوجيه اللي والاوراش اللي كتمارس داخل المؤسسه، ان كيتعلموا المتعلمين مجموعه من القيم، قيم ديال المواطنه، قيم ديال الانخراط الحقيقي في كل ما يحقق لنا داخل المجتمع ديالنا الكبير، خارج الحياة المدرسية يحقق لنا مجتمع سليم وبيئي وصحي، بعيد على اللي كيمكن يحارب النفايات، كيصحح الأوضاع البيئية في المحيطات ديالنا، في الغابات ديالنا، في الحدائق ديالنا. نعم، كيف جاك المستوى ديال الأوراش اللي شلنا؟ وحنا على حمله نفايات الورشات اللي داروا كلهم كيشتغلوا على النفايات، اللي كتشتغل على النفايات الورقيه، اللي كتشتغل على النفايات البلاستيكيه او النفايات الصلبه. وهاد الورشات هذه عندها دلائل، ان بحيث ان الاساتذه حاصلين على تكوينات، مجموعه منهم انهم حاصلين تكوينات، واخرون كيتبعوا هذا المجال ديال الاشتغال على النفايات عبر شبكات العنكبوتيه، وفين واصله الاشتغالات عالميا، هو مشروع عالمي، حيث ان هذه المدرسه الايكولوجيه العالم الايكولوجي او شارة اللواء الاخضر هي شاره دوليه، والانخراط في هذا المشروع هو انخراط دولي، وكل الاهتمامات بالنفايات كيعطي المتعلمين والاستاذ فضاء للابداع، حيث ان يمكن مثلا من عجله ديال الاطار مستعمل اللي يمكن يكون هو خطر على البيئه، يمكن يتوظف داخل البستان المدرسي، يمكن يدار به مثلا كراسي، يمكن تدار به مثلا بحال الجمعيه ديال اس او اس سيدي موسى المجدوم، كان دارت حديقه ديال الالعاب بالاطارات الفارغه والمستعمله. نعم، شكرا على الكلمه. مرحبا اختي، الله يحفظك.